بسم الله، ربنا اشرح صدورنا الإسلام وبيض وجوهنا في كل زمان ومكان يا حنان يا منان. يقول مولانا: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور، قال القول لفيرب دير وهو حارو صديقك أترابيس بيد ولقلع حوار. شوف هنا، فما قول في ضمن الحوار أو في شكل حوار. شوف بلاغة القرآن، يعني حين أصف لك أي حال وأي حادث يصفه لك بدقة مطلقة. هذا كلام الله، ما نستغرب حين نذكر هذه الخاصية القرآنية. نعاود: فقال لصاحبه وهو يحاوره، وندعوكم إلى الوقوف عند هذه الصيغة القرآنية. فقال لصاحبي الى دي اسون كومبانيون وهو يحاور اوكور دان ديالوغ كي فريمون ا اوليو، يعني حدث ذلك. لا يختلق القران شيئا، القران هو كلام الرحمن ولا يذكر لك الا الامر كما كان، لا زياده ولا نقصان. كما تو يتحرفوا يا كلاب السياسه، والحمد لله احنا لا نعمم، وكلاب الإعلام، لأنه كذلك ولكن الغالب فيكم عبر التاريخ، التاريخ يشهد أنكم أكبر المجرمين لأنكم تكذبوا كثيرا على الخلق أجمعين، وتمشيوا أخبار زائبة فيك نيوز حتى من يتأثر بها الغافلون، وتوصلوا مآربكم الخسيسة. هذا قال ياك. والقرآن يكفينا أن نشهر بكم كما قال سيدنا عليه الصلاة والسلام: إذا كان تعرف على فسق شيئا فاذكر ذلك تلك الخاصية حتى يحضره الناس. على أكبر الناس مجرمين في هذا العصر لا كثير خيره بل كثير شره، بنو صهيون، لابد أن يعتنى علماؤنا بكشف حقيقتهم الحقيقية حتى يعكس ما أرادوه من تضليل البشرية. وعندما يكشف حالهم ما يكون الرب عالميا على بني صهيون في كل مكان، ينالوا من شعوب كل أصقاع الأرض، ينالوا منهم ما كانوا متسببين فيه عبر أجيال أجيال وأجيال. والسلام على أهل الإسلام بالتمام والكمال.